الذي تعيد السلطات الإسرائيلية المحتلة في اعتداءاتها المتواصلة في مدن الضفة الغربية وعدوانها المفتوح ضد قطاع غزة وحصارها على القطاع هو تجسيد رؤيتها للتعامل مع الفلسطينيين بهذه الآلية. نحن نعلم أن الحكومة الإسرائيلية الجديدة هي الأكثر يمينية وتطرفا في إسرائيل وتشددا اتجاه القضايا الوطنية الفلسطينية، وهي حددت مواقفها المعلنة والصريحة تجاه القضية الفلسطينية وتجاه موضوع المواجهة مع الفلسطينيين وكيفية التعامل مع الفلسطينيين، وهي ضمن الصفقات السياسية التي أجراها رئيس الحكومة الإسرائيلية مع المنضمين إلى حكومته من الصهيونية الدينية كانوا أكثر تطرفا وعداء للفلسطينيين. وكل ما تقوم به إسرائيل اليوم من إجراءات ميدانية على الأرض في المواجهة والاعتقال اليومي والمداهمة وسياسة الاحتجاز والاعتقال وسياسة القتل اليومي ضد المدنيين الفلسطينيين في مدن الضفة الغربية في رام الله وفي جنين وفي نابلس وفي بقية مدن الضفة الغربية هي سياسة ممنهجة، وهي سياسة تخالف قواعد القانون الدولي الإنساني ولا تحترم حقوق الفلسطينيين في العيش وفي حرية التنقل والحركة وفي الحياة عموما. هذه السياسة التي تعودنا عليها على امتداد السنوات الماضية ومنذ قيام الاحتلال الإسرائيلي في المدن المحتلة عام 67، هذه السياسة ما لم تكن هنالك أدوات مواجهة حقيقية وموقف دولي يواجه هذه السياسة ستستمر إسرائيل باعتبارها دولة فوق القانون وباعتبارها كيانا لا يلتزم بقواعد القانون الدولي، ولأنها دولة تخرق القوانين وترتكب حماقات وجرائم ضد المدنيين في كل مكان. ألا ينذر ذلك بتصعيد الأمور بين الإسرائيليين والفلسطينيين كما ذكرت في ظل الحكومة الحالية دكتور عزام؟ بالفعل سياسة الحكومة وبرنامجها السياسي الذي أعلنت عنه خلال الأيام الماضية منذ تنصيبها هو ينذر بمواجهة مفتوحة مع الفلسطينيين وبالذات في مدن الضفة الغربية. وبرأيي أن المواطنين الفلسطينيين والشبان الفلسطينيين لن يتوقفوا عن مواجهة الاحتلال الإسرائيلي بكل الوسائل التي كافلتها قواعد القانون الدولي، وبالذات عندما تقوم إسرائيل بمواجهة ميدانية ضد الفلسطينيين وعندما تهود مدن والأماكن المدن المقدسة مدينة القدس المحتلة وتتبع من الإجراءات ما يخالف قواعد القانون الدولي أيضا وتقوم بتهويد مدينة القدس وأسرلاتها وعندما تعزز من الاستيطان وتعمقه وعندما تفتح عدوانا ضد المدنيين الفلسطينيين، بالتأكيد أن مواجهة قادمة مع الفلسطينيين ستكون مفتوحة وعلى كل الاحتمالات. نحن نعلم أن الفلسطينيين اختزنوا على امتداد السنوات الماضية آليات ووسائل مقاومة في مواجهة الاحتلال، هم اليوم سيفعلونها ما دامت الحكومة الإسرائيلية بهذا النهج وبهذا التصرف وبهذا السلوك الميداني الذي يخالف القانون وبهذا السلوك الميداني الذي يستهدف أول ما يستهدف المدنيين الفلسطينيين. نحن نعلم أن السلطات الإسرائيلية المحتلة وقوات الاحتلال في الميدان تواجه الفلسطينيين، تقتل الأطفال والفتية، تستهدف المساكن والأعيان المدنية في الضفة الغربية وفي قطاع غزة. المواجهة لم تتوقف وبرأيي أنها ستتعزز. موقف السلطة الفلسطينية مما يجري وما الذي ستفعله؟ موقف السلطة الفلسطينية هو الموقف الضعيف في المواجهة، على اعتبار أن السلطة الفلسطينية دائما كانت تلتزم بالاتفاقات الدولية وتراهن على اتفاق تسوية سياسية مع إسرائيل واستئناف مسار التسوية العملية السلمية والتسوية السياسية المعطل منذ عام 2014، ولكن هذا المسار فشلا ذريعا حتى أن اتفاق أوسلو لم يعد له وجود على الأرض. هذا معناه أن
أن مسار التسوية وخيار السلطة الفلسطينية في التسوية مع إسرائيل واستئناف العملية التفاوضية فشل فشلا ذريعا. الآن المطلوب من السلطة الفلسطينية أن تتحول باتجاه دعم المقاومة الشعبية في مواجهة الاحتلال، في تعزيز صمود الفلسطينيين على الأرض، في حمل ملف القضية الفلسطينية جديا إلى المؤسسات الدولية وإلى محكمة الجنائية الدولية، حمل ارتكابات انتهاكات إسرائيل اليومية ضد المدنيين الفلسطينيين إلى المجتمع الدولي، تفعيل أدواتها القانونية من أجل مواجهة إسرائيل، بينما الوقوف والانتظار انتظار الحكومة اليمينية حتى تجود علينا بتسهيلات اقتصادية وحتى تبدأ عملية استئناف التسوية السياسية، هذا إن قبلت بذلك، والمؤشرات تشير إلى أن لا تسوية سياسية في الأفق. ينبغي على السلطة الفلسطينية أن تستدير باتجاه تفعيل أدوات المقاومة، باتجاه الاتفاق الوطني على برنامج وطني فلسطيني جامع وشامل يتفق عليه الفلسطينيون من أجل مواجهة إسرائيل. شكرا جزيلا الباحث في القانون الدولي الدكتور عزام شعث على هذه المداخلة، كنت معنا مباشرة من قطاع غزة.